فاز سعادة عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم في البحرين، وخلالها تم انتخاب الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة بالتزكية لولاية جديدة تمتد 4 سنوات قادمة. وإلى مسابقة أغلى الكؤوس كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ بلغ العين الدور ربع النهائي بعد أن عاد بالفوز من ميدان مستضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله فلاح وليد عند الدقيقة 74، وضرب العين موعدا ناريا ونهائيا مبكرا أمام شباب الأهلي في دور 8. وفي مباراة كانت تسير من جانب واحد، ضرب الجزيرة شباك ضيفه غولف اف سي من الدرجة الأولى في 6 مناسبات وخرج فائزا ب6 أهداف لهدف، ويتوجب على الجزيرة مواجهة بطل المسابقة الشارقة في قمة ثانية لربع النهائي. وواصل حامل اللقب الشارق حملة الدفاع عن لقبه بعد أن اجتاز نادي النصر ب2-1، وجاء هدفا الشارق عبر ركلتي جزاء نفذهما البرازيلي كايا لوكاس والبوسني ميرلين بيانيج، ولم تبرز ردة فعل النصر سوى هدف يتيم سجله توزي قبل نهاية الوقت الأصلي ب3 دقائق. ولم يجد عجمان أي صعوبة في اجتياز فريق الدرجة الأولى الحمرية ب2-2، واعتمد البرتغالي على محترفيه التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو اللذين سجلا هدفي الفوز. استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل بقرية بوذيب العالمية للقدرة في 25 من الشهر الحالي، عقدت اللجنة العليا المنظمة اجتماعاً تم خلاله استعراض خطة عمل اللجان والوقوف على سير عملها، وتمت مناقشة تنظيم حفلي الافتتاح والختام والفعاليات المصاحبة. وتستعد قرية بوذيب العالمية لإبهار العالم بسباق تاريخي، لذلك تم تغيير مساراتها بالكامل من أجل استقبال 143 خيلا للمشاركة في المونديال. عرض موضوع مثلا أن يكون تسمى البطولة الخضراء، عادة متعودين نحن نكون في سواء كان استخدام المياه أو استخدام المواد أيضا المضرة بالبيئة، يعني هذه كانت حاضرة اليوم من الأشياء حقيقة اللي يعني، وبما أن عندنا كوب 28 بيكون في دولة الإمارات اليوم، أيضا نحن الدولة داعمة لموضوع الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهذا يعني موضوع قديم متجدد في دولة الإمارات. أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن تنظيم بطولة آسيا للفرق المختلطة في مدينة أكسبو خلال الفترة من 14 حتى 19 فبراير الحالي، وتم خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الكشف عن كأس البطولة وإجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة. وتتضمن البطولة فئات فردي وزوجي الرجال وفردي وزوجي السيدات إضافة إلى الزوجي المختلط.